هناك حالة كبيرة من الجدل داخل الشارع المصري متعلقة بكيف وصل الحال بالدولة المصرية لهذا الانحدار الكبير في الأخلاق والذوق العام. هذا الأمر ترجم في الحفل الأخير الذي أقامته السلطات المصرية وكان تحت رعاية العديد من القنوات التلفزيونية الداعمة للحكومة الحالية، وهو ما أطلقوا عليه بحفل عيد الحب وجلبوا العديد من المغنيين. هذا الأمر أثار جدلا كبيرا، إذ أنه كيف للدولة المصرية أن تستخدم مثل هؤلاء الذين ينشدون ويغنون بعض الكلمات الخارجة والبعيدة كل البعد عن قيم الأسرة المصرية والتي نجد فيها دعوات كبيرة للانحلال. عموما حول هذا الموضوع ينضم إلينا الآن السيدة سمية الجنيني الإعلامية المصرية. أهلا بك سيدة سمية. أهلا بك ومشاهدينك الكرام. أهلا بحضرتك. بداية، كيف تابعتي الجدل الكبير الحاصل حاليا على السوشيال ميديا والدعوات الكبيرة للدولة بأن تتدخل إزاء هذا الأمر الذي وصفوه بأنه يمثل انحدارا كبيرا في الذوق العام للشعب المصري وأنها بالفعل تدعو للانحلال وللابتعاد عن قيم الدين الإسلامي الحنيف؟ هو انا ارى الموضوع شخصين. الشخص الاول ان في انتفاضه من الناس، حتى الحملات باسم خليها تنضف، ودي حملات ايجابيه بتساعد الناس، يعني الناس بتتجمع عليها بيجتمعوا على كلمه واحده ان كفايه كفايه، ويعني اكثر الناس بيحملوا السياسه او النظام مسؤولية يعني هذا الإسفاف وهذا يعني الذوق الموحد والإسقاط اللي أصبحنا فيه. أما يعني قليل من الناس اللي بيحاولوا يدفعوا بهذا النظام إن هو يوصف هذا السفه، لأنهم يعلمون، الجميع يعلم إن الدولة أو النظام الموجود حاليا هو الذي يدفع بهذه النماذج لتكون نماذج يقدمها للمجتمع، مثلها مثل المخدرات. المخدرات بتلعب على عقل الانسان، بتغيب وعيه، فكذلك الاغاني المهرجانات اللي بتنفس عن الناس في غضبها بالرأس وبالسوهان، الكلمات المسفه والكلمات اللي ما فيهاش يعني اي ادب او ذوق، بل بالعكس